يتجلى التاريخ عن الجزائر بحضارات غائرة في القدم. ست سنوات بعد المئة قبل مع الحفصيين في تونس والمرينيين في فاس. جميلة مباشر، زهرة ضيف، جوهر كرور. خلال هذه الملحمة التاريخية، وهي ملحمة إن دلت على شيء فهي تدل على وحدة ونحمة الشعب الجزائري. أردنا أن نسوق لهذه الوحدة التي تم تجسيدها على مختلف المراحل تعاقب الحضارات في الجزائر، انطلاقا من أول حضارة إلى غاية الثورة التحرير المباركة التي كان عنوانها لم الشمل والوحدة الوطنية من أجل تحرير البلد. فمن هذا المنطلق أردنا إبلاغ هذه الرسالة لكل الأمة العربية، لكل أشقائنا في الدول العربية، بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تحقيق الأهداف المشتركة لكل الأمة العربية إلا من خلال توحيد الرؤى والوقوف صفا واحدا. ومن خلال هذه الملحمة كما شاهدتم فكان هناك صورة رائعة جدا لتمثيل هذا المشهد الذي نصب إليه جميعا.